في ركنية الصحة نتحدث عن السمنة، اليوم العالمي للسمنة، نتحدث عن العلاج، عن التشخيص، عن أخطار أو مخاطر داء السمنة مع الدكتور سمير والي الصيدلي المختص في التغذية. مرحبا بك سيدي المحترم وشكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. صباح الخير، شكرا على الواجب. إذا حدثنا سيد سمير في البداية عن هذا اليوم العالمي الخاص بالسمنة. نعم، لأن منظمة الصحة العالمية كانت قررت بأنه تخصص يوم تتحدث به مخصص على السمنة، اللي راهي داء منتشر في جميع مناطق العالم واللي راهو يشكل تهديد كبير على صحة المواطنين. ولهذه الخطورة ارتأت منظمة الصحة العالمية أنها تخصص يوم 4 مارس من كل عام إلى هذا الداء، ونبقى ونتحدث عليه طيلة شهر مارس، لأن كما نشوفوا كاين الشهور اللي نتحدث فيهم على سرطان الثدي، على التدخين، على السيدة. شهر مارس نخصصه كل عام إلى التحديث عن السمنة. احنا الواقع تاعنا في العالم ككل هذا المرض اللي راهو ينتشر بسرعة كبيرة وعنده أسباب عدة. تبدلت الحكايه، كانوا بكري نقولوا باللي السمنه ما كانتش مرض، ولكن دوك رانا متاكدين بلي انها مرض، والخطوره تاعها راهي في تزايد مستمر. وحتى السلطات الوطنيه والعالميه كامل اللي راهي بدات تتحد ودير مجهودات اكبر لمحاربه هذا الداء. استاذ سمير، السمنه اليوم مرض وربما مرض خطير، ما دعا الكثير من المنظمات، منظمه الصحه العالميه بالدرجه الاولى والاطباء والمختصين يدقون ناقوس الخطر. ما هي الأسباب التي تكون في الكثير من الأحيان مباشرة لإصابة بمرض السمنة؟ نعم، هناك أسباب عدة للإصابة بالسمنة. هناك أسباب اللي تتعلق بالعادات، أسباب اجتماعية، أسباب نفسية، هناك أسباب عضوية كذلك، ولكن السبب الكبير والسبب اللي مباشر خاصة هو اختلاط في لو ديزيكيليبر اونتر لي زونطري اي لي سورتي تاع لي كالوري. هناك تذبذب في عدد الحريرات اللي تدخل للجسم واللي نخرجوها، اللي دوكا هي واش راهو متوفر حاليا من دراسات، راهم يقولوا بلي الاسباب تاع السمنه هو الاختلال تاع النمط الحياتي والمعيشي تاعنا تاع الجديد هذايا، لان ماناش نتحركوا بزاف وراحين ناكلوا بزاف، لانه اذا كان هناك عندك مدخول كبير وما كانش ما تصرفش منه هذاك المدخول راح يبقى مخزن. هذا هو نفس السبب اللي راهو يصرع للسمنه، لانه كميه الحريرات اللي نسحقوهم احنا في اليوم اذا كانت 2000 حريره رانا نستعملوا تقريبا 3000 4000 حريره في اليوم كمدخول لهذه الحريرات، ولكن في العكس في الجهه الاخرى في المقابل تاعها ماناش نصرفوا هذيك الحريرات. واش يدير الجسم؟ راح يخزن الكميه تاع الطاقه هذيك على اساس انها دهون، واللي رايح تبقى في الجسم تاع الانسان راح تسبب له هذه المضار اللي راح نتحدث عليها بعد قليل ان شاء الله. قبل ان نتحدث عن هذه النقطه، نتحدث عن انتشار السمنه في الجزائر. استاذ سمير، كيف ترى هذا الانتشار؟ وربما آخر الإحصائيات التي تصدر عن المنظمات المختصة والهيئات المختصة التي تقول ربما أن السمنة في الجزائر في تزايد كبير في السنوات الأخيرة. نعم، سمنا في تزايد كبير، وحنا ما نسحقوش ان نكونوا اطباء باش نشوفوا هذه، لانه الشخص تقريبا تشوفوا على الملامح تاعو ما يقدرش يروح حتى نستناو حتى يروح للطبيب باش يقولوا انك مريض بالسمنه. والسمنه مع الالتهابات ومع المشاكل اللي راهي تحدث فيهم راهي ظاهره للعيان كذلك. حنا في الجزائر عندنا مشكل كبير انه المواطنين تاعنا مازالوا ما تقبلوش انه السمنه راهي حاجه ماهيش مليحه، لانه في العرف تاعنا تقريبا في عدة مناطق في الجزائر ما نتحدثوش على الولايات الكبرى اللي ولات الناس راهي تحبس على الرشاقة والقوام. هناك بعض المناطق في الجزائر كي ندخلوا الجزائر العميقة السمنة راهو حاجة مليحة. السمنه انه راك مرتاح، كي يشوفوك السمين يقول لك راك مريح، هذه هي العقليه تاعنا. مازلنا ما نقدروش نحكيو على طابو تاع السمنه خارج الجزائر العاصمه او بعض المدن الكبرى، لانه عروسك راحت في العرس تاعها يقولوا لها لازم تسمني باش تكوني مليحه. هذه اخطاء هذه، وهذه لازم حنا نتفاداوهم. حنا لازم نبقاو نشرحوا باللي المضار تاع السمنه والمضار تاع الزياده في الوزن هذه راهي تشكل
خطر كبير على صحة المواطن وعلى الصحة العامة كذلك، لأنه كل المنظومة الصحية سوف تتأثر بالأمراض اللي ناتجة عن هذه السمنة. احنا كتشوف واحد يكون شوية مريح ومن بعد يدير ينقص في الميزان تاعو، قول له واش بيك مريض واش كاين. هذه هي لازم احنا نتفاداو هذا، نعلموا الناس باللي السمنة ماهيش مليحة، انه ماشي معناتها انه الواحد اذا فقد الوزن راه مريض. هذم التوعية الصحية وهذا العمل تاعنا ككل احنا في كمنظومة صحية كإعلام لازم نوصلوا هذه الفكرة ونوصلوا الأفكار الصحيحة كذلك على هذه السمنة، كيفية طرق التخلص منها، كيفية معالجتها، لأن نشوف هناك بعض التصرفات، التصرفات الغذائية، بعض التصرفات الناس اللي حابة تفقد الوزن غير صحيحة، ولازم احنا يا دورنا كمختصين ودوركم كإعلام أن نوضحوا للناس هذوما وش لازم نديروا، ما هي المخاطر، ما هي الأسباب، وكيف طرق تفادي هذه، لأنه المشكلة الأولى هي نبدأ بالتربية الصحية، كيف نتفادى أن نكون أسمان، أن يكون عندنا وزن زائد هذه الأولى. ثم إذا كان هناك وزن زائد كيف نتخلص من هذا الوزن؟ أولا نتخلص منه، ثم المحافظة على هذا الوزن المثالي، وعدم الأهم والأهم كثيرا، وهذا واش راهو يصرى ونشوفوه احنا يا كل يوم مع المواطنين اللي يجونا اللي يديوا المعلومات، انه بعد ما يتخلص من شويه الوزن تاعو ما يبقاش ثابت هذاك الوزن، او راح يكتسب وزن اكبر من اللي فقده. لذلك احنا هذه التوعيه الصحيه هذه لازم تكون مستمره، لانه نمط غذائي، نمط معيشي لازم حتى احنا اللي نبدلوه. استاذ سمير، من خلال كلامك استخلصت فكره تتعلق بأنه في الكثير من المناطق داخل الجزائر، وبما أننا نتحدث عن انتشار مرض السمنة في الجزائر، فيه ربما الذهنيات هي التي تكون في العادة مسبب أول الإصابة بالسمنة. يعني في الكثير من الناس، يعني باختصار يقول لك أنه هذا الإنسان كما قلت أنت يعني مرتاح لما يكون سمين، لكن في الحقيقة هذا المعطى غلط، لأنه هذا الإنسان قد يكون مريض، وهذا المرض قد يكون خطير مع مرور الوقت. نعم، احنا عندنا في الصيدليات تقريبا يجونا خصوصا الجنس اللطيف يجي يقول لك اعطيني دواء ليسمن. هناك بعض الأدوية خطيرة جدا، هناك بعض الكورتيكويدات اللي راهم يتناولوا فيهم الفتيات يسبوا أعراض صحية خطيرة جدا. احنا نرفض ان احنا نقدموا هذوم الأدوية هذوما للمواطنين، اولا بدون وصفه، ثانيا حتى الاخصائيين، حتى نقول لهم الاطباء لازم يعاونونا في هذا، ماشي كي تجيك باش دير لا كونسلطاسيون باش تقول لك انا حبيت نسمن شويه نزيد شويه دي بوا شويه في الوزن، نعطوها ادويه اللي قدرت تضرهم. هناك بعض الادويه منتشره في الاسواق اللي تتباع فوضويا، ادويه مسرطنه وخطيره جدا، انهم يستعملوا فيها النساء اللي يتباعوا في الحمامات ولا في الصالونات تاع الحلاقه، يقول لهم هذم ادويه مجربه وراح تسمنوا، وماهوش راح يسمن. هذه الفتاة راح دير لا ريتونسيون هيدروسودي، راح يبقى تحكم الماء تتنفخ وما هيش سمينة، لأنه الماء راح يبقى بعد تحبس الدواء تاعها هذاك راح يعاود يتفش، هذاك الماء راح يخرج ويبقاو الأعراض الخطيرة الصحية، قادرة تسبب لها داء السكري، قادرة تسبب لها ارتفاع في الضغط الدموي، تسبب هشاشة العظام، هشاشة الجلد، تقدر تسبب حتى سرطانات. لذلك احنايا نوعي والناس اللي حابين هذوما يكتسبوا الوزن انه يكتبوا السبوه بطريقه صحيحه، ويكتبوا السبوه بنظام غذائي، ماشي يروحوا ادويه محرمه او ادويه ممنوعه ان نتناولوها لاسباب غير طبيه. احنا نحبين رانا نديروا في حمله تاع توعيه تاع خصوصا في 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 في, 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 في الجنس اللطيف، لانه جي عروسه تقول لك انا راح نتزوج ماذا بك تعطيني دواء اللي راح يسمني فيسا، ما كانش هذه ما كانش منها. الادويه اللي راح تديرها راح تدير لها احتباس الماء والاملاح المعدنيه، وراح تسبب لها مشاكل خطيره على في القريب العاجل انها تكون مشاكل صحيه، وفي المدى البعيد راح تكون حتى مسرطنه او تسبب امراض مزمنه اخرى. يعني الطلب على التسمين في عجاله او التسمين الفوري واستعمال المكملات الغذائيه هو السبب المباشر في الكثير من الامراض الخطيره وبعض السرطانات ان صح التعبير استاذ سمير. نعم، هناك خاصه لدى الفتيات، بما انك تتحدث انت ايضا عن خصوصا عن الفتيات، لان هذا المشكل هذا ما يكونش عند الرجال كثيرا، لانه الرجال ما يهتموش بزاف هذا الـ هذا الـ هذا المعنى تاع التسمين هذا، لانه
أكثر تكون عند الفتيات. لذلك احنا كنا وعينا هذوما البنات، درنا أيام تحسيسية عندنا في الصيدلية تاعنا حتى مع النقابات مع المجتمع المدني، أن نوفر المعلومات الكافية، عدم استعمال الأدوية بدون استشارة الطبيب أو استعمال الأدوية لأغراض غير طبية، هذا ممنوع منعا باتا. أستاذ سمير، انتشار سمنة في الجزائر تحدثنا عنه، الآن دعنا نتحدث عن طرق التخلص من السمنة. كيف نتخلص من السمنة؟ احنا العادات الغذائية الجزائرية هي السبب الأول لاكتساب الوزن الزائد، وهذا ماشي غير في الجزائر، لأن العادات مع تبدل طرق تاع الحياة، مع انتشار ظاهرة الفاست فود، مع انتشار الاسترس هذا اللي راهو القلق هذا المزمن في مجتمعاتنا، النمط المعيشي الجديد المستسارع هذا، كلها أسباب تؤدي إلى السمنة. احنا إذا كان حبينا نحارب السمنة، أولا لازم نوعيوا الناس أن الطرق الغذائية، لأن كما قلنا في البداية هناك أسباب عديدة للسمنة، هناك أسباب قبل ما نبدأ العلاج لازم نعرفوا السبب. نعم، كاين مرض عضوي، التشخيص تاع السبب. هناك مرض عضوي اللي يقدر هو يدير السمنة لازم نداويه هو الأول. قصور الغدة الدرقية من الأهم الأسباب تاع السمنة. هناك أمراض أخرى اللي يقدر الطبيب المعالج هو اللي ينصح المريض تاعه باش يروح يدير الفحص ومن بعد يبدا التخلص من هذه السمنه. هناك القلق، هناك العادات الاجتماعيه كذلك. احنا ولكن الاهم هو الموازنه بين الحريرات اللي يدخلوا للجسم تاع الانسان والحريرات اللي يخرجوا. اذا كنا كلينا بس ما استهلكنا حريرات اكثر من الحاجه تاعنا، راح اوتوماتيكمون تتخزن والواحد يولي سمين. هذه باينه، لانه اللي حاب يسمن واش يدير؟ ياكل وما يديبونسيش بزاف. هذه هي القاعدة قبل ما تروح للدواء. إلا حب واحد يشوف روحه بلي راهو هزيل، حب يكتسب الوزن، واش نقولوا له حنايا؟ نقولوا له شوف النظام الغذائي، إلا كنت تسحق أنت 2500 حريرة في اليوم تقدر تستهلك 3200 حريرة في اليوم. هذيك الفارق ما بين المدخول والمخروج تاع الحريرات هو اللي راح يكتسب له الوزن وبطريقة صحية وما تشكلش خطر عليه، وحنا نحسبوا له الوزن تاعو قداه يكون، لانه هناك لي ام سي لانديس دو ماس كوربورال ولا البي ام اي هو اللي رانا نحسبوا عليه حنايا، نعرفوا الانسان اسكو راهو ناقص في الوزن تاعو او عنده وزن صحي او وزن تاعو زائد. لانه اول حاجه اللي نعرفوها هو هذا الطريقه. اذا كان حب هو يزيد رانا نعطوا له طريقه باش يزيد في الوزن، ولا كان حب يتخلص منه هو العكس، ماهيش حاجه لي صعيبه. لازم يكون الحريرات اقل من المخروج من تصريف الحريرات، سما الحريرات اللي يدخلوا لازم يكونوا اقل من الحريرات اللي نستهلكوهم في اليوم. احنا تقريبا شخص بالغ لكان رجل او امراه عندنا ما بين 2000 2500 حريره على حساب الحالات وعلى حساب النشاط البدني تاع الانسان. اذا كان يستهلك قل من هذا العدد الحريرات راح ياكل من المخزون تاعو، وحنا نعطوا له طرق كمختصين انه نعاودوا نبرمجوا الخلايا الدهنيه انها ما تعاودش تكتسب هذاك الوزن بطريقه منظمه. لانه فقدان الوزن السريع هذاك يشكل خطر على صحه تاع الانسان. واحد يجي يقول لك انا في شهر فقدت 8 كيلو 10 كيلو، هذا طريقه غير صحيه وغير امنه في فقدان الوزن. لازم حنايا نكونوا باش نبداو نعالجوا هذه السمنه، نعالجوها على الامد الطويل. لي ريجيم هذوما نسمعوا كاين ريجيمات قاسيه، نحن كمختصين لا نفضل هذه الكلمه ولا نحبها بتاتا. حنا لازم نديروا لا ريديكاسيون اليمونتير، لازم احنا نشوفوا التربيه الغذائيه والتربيه الصحيه، لازم النمط تاع المعيشي تاعنا نبدلوه، لازم نتحركوا اكثر وناكلوا اقل. لا سيدونتاريتي هذه لانه اهم اسباب تاع السمنه لازم نحاربوها. دونك هي باش تروح انت تشري اي حاجه، نشوفوا تنوض الطوموبيل وتروح ديها، ما بقيناش نمشيو كقبل. ربما هذه الاسباب الدخيله او الاسباب التي في الكثير من الاحيان تكون هي السبب المباشر والرئيس في الإصابة بالسمنة، العادات الغير صحية. حميدة أو غير صحية إن صح التعبير. نعم، هذه هي هو تغير نمط المعيشي تاع العالم كامل وخصوصا هنا في الجزائر مع دخول بعض العادات السلبية والسيئة، هذه اللي راهي فاقمت من السمنة. الجزائري قبل 20 سنة ما كانش عنده هذوم نفس الأعراض هذوما. هناك ثاني كذلك لازم السلطات المعنية أنها دير أمبلون
كونتر لوبيزيتي، لانه راح تشكل على 10 أو 5 سنوات القادمه او 10 سنوات القادمه، لانه امراض الكوموربيديتي يسمى الامراض الناتجه ولا المصاحبه للسمنه هي راح تكون السبب الاول في الوفاه، امراض القلب والشرايين، امراض السكري، هناك امراض السرطانات اللي راح تسببهم السمنه. ماهيش السمنه دركيتيه ماهيش هي المرض الوحيد، لانها راح تدير لنا امراض اخرى مصاحبه لها، وتكون لوكو وتكون القيمه الماليه تاع التداوي لهذه الامراض تكون كبيره جدا، اللي راح تضعف الميزانيه تاع الصحه تاع الوطن. لذلك احنا ما تكونش غير وزاره الصحه اللي معنيه، هناك عده وزارات اللي لازم تكون معنيه. احنا نشوفوا بلي استهلاك السكري والملح في الجزائر من اعلى النسب في العالم، وهذا خطا كبير. احنا المواد المصنعه اللي رانا ناكلوا فيهم السكر فيهم زايد، احنا درنا تحاليل وعطيناها من وزاره التجاره، وراهم ياخذون بعين الاعتبار ان النقص ونسبه السكري في المشروبات الغازيه. هذه المشروبات اللي الضرر تاعها اكثر من المنفعه تاعها. احنا رانا نشوفوا لانه بعد الاستقلال كان هناك هزال، وكانت المعيشه تاع الجزائريين كانت ناقصه شويه خارجين من الاستعمار. في القوانين تاعنا زدنا نسبه السكري في السكر في عفوا السكر في هذه المواد الغذائيه. احنا دوكا نطالبوا من وزاره التجاره انها تنقص من نسب السكر في المواد الغذائيه المصنعه، لانه السبب الاول تاع السمنه انه السكريات هذو ما راح نشربوهم، انها مواد ماهيش طبيعيه، لانها رافيني، لانها مكرره، لانه السكر اللي رانا نستهلكوا فيه هناك انواع عده منه، هناك السكر اللي نستعملوه فيه احنا في المائده تاعنا هو مكرر ما عنده حتى فائده، هما دي كالوري اون بلوس بدون اي فائده ولا قيمه غذائيه. لذلك احنا نطالبوا من وزاره التجاره انها تقنن هذا الزياده هذه تاع السكري تاع السكر في المواد الغذائيه. كذلك هناك نمط اخر لازم من وزاره الشباب والرياضه انها توفر مناطق لممارسه الرياضات في الاحياء كذلك، ماشي لازم غير نلعبوا دي ماتيكو تاع فوت. احسن رياضه باش نتخلصوا من الوزن الزائد هي المشي. المشي تاع كل يوم على الاقل نصف ساعه تعفينا من كثير من المشاكل الصحيه هذه، ماشي غير من السمنه فقط، تحسن المزاج، تنقص من ارتفاع الضغط الدموي، تقلل من نسبه السكري في الدم. هذه كلها لازم يكون ان بلان من جميع الوزارات لتساهم فيها كذلك، لانه وزاره الصحه ما تقدرش تتحمل مسؤوليه وحدها، وراح يكون العبء الكبير عليها هي لو كان ما تدخلناش في القبل في من قبل. اذا ما وفرناش المواد الغذائية بأسعار جيدة راح الناس راح تروح إلى المعجنات وإلى في كثير من الطرق والأسباب التي تؤدي في الغالب إلى الإصابة بمرض السمنة. جميع الأسباب راح متوفرة أن الجزائري يكتسب الوزن الزائد، وهذا عن طريق النمط، خاصة الابتعاد عن الرياضة. أستاذ سمير، في الكثير من الجزائريين يعني لا يفضلون ممارسة الرياضة لأسباب أو لأخرى، لكن بالمقابل جائحة كورونا هذه الجائحة يعني أعطت واقع مغاير. الكثير من الشباب والكثير من الجزائريين لجأوا إلى ممارسة الرياضة نظرا لتوفر الوقت وأيضا لفائدة الرياضة في الحفاظ على صحة الإنسان. هل الرياضة اليوم من بين الأسباب التي تقطع الطريق أمام مرض السمنة؟ نعم. نعطي لك إحصائية، في كاينة دراسة جديدة هنا في الجزائر أنه المصابين بالسمنة 93% لا يرون أهمية في ممارسة الرياضة، ولا يقول لك ما عنديش الوقت باش نروح نمارس الرياضة. 93% من الأشخاص اللي عندهم الوزن الزائد، لأنه اللي يكون عندك الوزن الزائد راح تعييك الرياضة أكثر في البداية تاعها، ولكن مع مرور الوقت راح تكتسب الثقة هذيك وتكتسب حتى المقومات على الجسمية تاعك باش تخفف من الوزن وباش تزيد تستمر في هذيك الرياضه. اذا كان استعملنا الرياضه ك 30 دقيقه في اليوم راح تحسن لنا من الحياه اليوميه تاعنا بشيء كثير. كذلك كما قلت في جائحه كورونا البلدان اللي اصيبت كبيرا بالعدد الوفيات كانوا الدول اللي عندهم نسبه كبيره من السمنه، تعاني من السمنه. اول بلدين كانوا فيهم عدد الموتى كانت الولايات المتحده والبرازيل، وهم ثاني
الدولة الأولى والثانية حسب زيادة الوزن فيهم، لأنه شفنا إذا كان الانديز دو ماس كوربورال أكثر من 35 هناك 60% من الاحتمالات أنه الكورونا تؤدي إلى الوفاة أكثر من الشخص اللي عنده الوزن تاعه عادي وطبيعي. هذا خطر شفناها في كورونا، وهناك كثير من الدول حتى الجزائر تبين لها بلي لازم يكون هناك محاربه لهذا الداء. وراك تشوف حنا الايام التحسيسيه اللي رانا نديروهم طول شهر مارس باش نحسوا المواطنين، نحسوا السلطات بهذا الخطر، لانه السمنه ما بقاتش مشكل تاع شخص، راح يكون يسبب لنا ضغط كبير على المؤسسات الاستشفائيه وطلب الاستشفاء. يكون في علمك على 5 سنين القادمه راح الانسان اللي يكون عنده وزن زائد يستهلك 25% اكثر ادويه من الانسان اللي يكون الوزن تاعه طبيعي، لانه الامراض اللي مصاحبه للسمنه راح تستدعي استشفاء، لانه ما كانش استشفاء ما كانش ادويه راح السيد يكون فيها مضاعفات خطيره اللي قادره تؤدي حتى الى الوفاه. استاذ سمير في عجاله فقط، ما هي النصائح التي يمكن ان تقدمها للاشخاص المصابين بمرض السمنه وايضا لمن يتهاون في التعامل مع هذا المرض؟ السمنه ماهوش مرض اللي راهو خطير بهذه لكن يمكن ان يصبح خطيرا، لانه راح يكون خطير، لانه احنا متاكدين بلي راح يكون خطير. احنا لازم نتفاداوه من الاول. اولا الاشخاص اللي راهم عندنا ماهمش مصابين بالسمنه لازم نعاونوهم باش ما يصابوش بالسمنه. الاشخاص اللي راهم عندهم ان سيربوا لازم هذوما تكون ليدوكاسيون ثيرابوتيك، لازم تكون التربيه الصحيه انهم باش يقلوا من النسبه تاع الاكل الغير صحي، يقلوا من نسبه الحريرات المأخوذه، ويكثروا من نسبه الحريرات اللي رايحين يخرجوها اي ديبونسيوها. باينه واحد اللي يكون عنده مدخول كبير وما يصرفش راح كوجور يخزن، ونبقى واقده تاكي البنك لكن لو كونت تاعك معمر يسمى راك ما خرجتش منه دراهم. هذاك هو لازم نصرفوا الحريرات اللي كليناهم، وهناك طريقه الانجى انه تكون مع الوقت. ما لازمش يكون هناك على بير دو بوا، هذه ما لازمش يكون فقدان الوزن يكون سريع، لانه هذا الفقدان الوزن السريع راح ياثر على الانسان. المره الاولى يكون دون زانيتا اوفوريك، يكون عاجبه الحال، ومن بعد يعاود ياخذ هذاك الوزن باضعاف، وراح يصرى له احباط، ويقدر يكتسب اللي كيلو اللي فقدهم يكتسبهم باضعاف مضاعفه، وراح تسبب له مشاكل صحيه ونفسيه نحن في غنى عنها. شكرا جزيلا لك الدكتور سمير والي المختص في التغذيه، الصيدلي المختص في التغذيه، على مشاركتك معنا في هذا العدد من هذا الصباح. مشاهدينا الكرام متواصلون معكم، نتابع هذا الريبورتاج الذي يحكي أو يتحدث عن أهمية شرب الماء وفوائده من إنتاج أو من إعداد الزميلة